شوف لنا المستمسكات يلا. هذا البيت شو مرتب حلو مو مثلك اجلح. ذوق المره. انت متزوج بابا؟ اي سي. مبين ذوق المره. يلا جيب لنا المستمسكات. خلينا نتوكل. خلي الباب مفتوحه. تفضل استاذ نعمان استريح تفضل. استاذ سعدون. استاذ سعدون عفوا. الله يسلمك. استريح ابو منو؟ ابو محمد. اقعد ابو محمد اقعد. اقعد. هذول هل اقعد استاذ سعدون هنا تفضل هنا تفضل هنا. والله يا اخي احنا جينا يعني خدمه للواجب الوطني والواجب الانساني. خادم ربك اخ عزيز. خدمتكم وخدمه الاستاذ العزيز. بس ما شاء الله ما شاء الله هذا البيت حلو بس والله حلو مع الاستاذ نعمان باع شو اسمه ال... بغداد الطخوم تشمبايتي. والله هو كوشته بهذلكم بهذلنا وياه. والله انا اول مره اطلع بها واجب البيت المواطن. سلام الله عليه. سلام الله. بس والله حلو مع الاستاذ نعمان باع شو اسمه ال... بغداد الطخوم. لا هو شو بيته مرتب هسه. هذا مرتب بيته لازم عنده. شوف عائلته مرتبه. ايوه مخربط. حتى الكاشي سيراميك. لا شايل له وثيقه لا شايل له مستلزمات. ابو محمد وين قاعد انت؟ انا حي الشهداء قرب المكتب مال القاسم. ما شاء الله يعني مستنقع بنص مستنقع مال ماي لا اله الا الله لا اله الا الله. يا رب انتم الشرقيه قاعد تنطوني بيوت للعالم تساعدوه. إدارة القناة توافقوا على أنه نمنحها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما فيها بسوء بيها الخير بيها الخير اللي بيها الخير. خلي المنتسبين ينتشرون بالمنطقة وخلي يديروا بالهم على أختنا زوجة أبو محمد جوا بالسيارة. عافية عافية محمد. أنا عبالي عاد عندك ملك أنت. عاد بيتك اللي قاعد بيه مثل هذا حلو مرتب. الحمد لله. يعني ايش يعني مثل هذا حلو؟ ها يا عمل عليك هذا ابو كفشه عنده هيك بيت حلو وانت ما عندك هيك بيت. اصلي 15 صلاه يوميا. اذا عندك هيك بيت والله يوم 15 صلاه. الله يرزقك وتصليهم بس اربعتهن الواجب رب العالمين. وصلي عود شكر كيفك ايش قد ما تصلي صلي ان شاء الله رب العالمين يرزقك تنبين عليك بنوادم. يلا بابا وين هذا خليه يجيب مستمسكاته وينه؟ صيحه عريف محمد شوفه وين هذا؟ ايش يسوي؟ هاك بابا نفتح عين هاك طلع انت يلا. شنو هاي بابا؟ ليش انت هيك وياي؟ ليش انت هيك؟ شيف انا هيك وياك صرت انت هيك لك تضحك علي لك؟ شو سيدي هاك؟ جيب المستمسكات لك؟ طلع المستمسكات مالتك. سيدو انه هو حتى اوراق الجهاد. ارجوك استاذ نعمان استريح استريح هذا واجبنا استريح ارجوك لا تتدخل لا تتدخل لا تتدخل ارجوك ارجوك ارجوك. ما دخل بالكم بس انا شغله انسانيه. هاي شنو هاي؟ هاي الشهاده مال ابنك ماخذ بالعربي 50. مو زين ماخذ سيده 50 هو 45 طلعوا قرار. طبعا اذا انت ابوه هيك كفشتك. السيارة باسمك باسمك ولا؟ السيارة باسمي، سيدي ما اخذها بس الاوراق مالتها يمكن هاي، سيدي انا الاوراق مالته هوس وهاي عندي المرة تجيب وتخبر. هاي شنو؟ يابا يقول لك وين ابو محمد اسمع 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 استاذ نعمان اسمع تعال يقول شنو هاي؟ انا احبك ليش؟ ليش انت بالذات؟ ليه انا احبك ليش؟ ليش انت بالذات؟ بالذات اي شنو هاي؟ ليش انا احبك ليش؟ ليش انت بالذات؟ تتمرقص قدامي لك؟ لك ما محترم العالم؟ لك اذا ما محترمني انا ضابط؟ لك عندي اذا النجمه مو بعينك النجمتين هم مو بعينك افقسها لعيونك فقس فهمت ولا لا؟ سيدي خليني اعطيك سيدي لا عوفه سيدي خليني اعطيك لك عوفه عوفه محمد عوفه عريف محمد لك عوفه مو انا ضابط مالك قدامك عوفه عوفه تاكد لي من جنسيته تاكد لي من جنسيته انا بديت اشك في هذا اقعد وين اهلك؟ اهلك موجودين هنا؟ لا سيدي المره اليوم ضايقه اقعد
خلينا نشوف شنو سالفتك اليوم انت. نبغى ربط العالم وياك. وحدك في البيت؟ ها؟ وحدك في البيت؟ سهلة سهلة. طبعا كان لنا بالسياره، انا ما سياره ما عندي. لا ليش؟ انا شكيت في منك طبعا. ها محمد شنو؟ انا شنو ايش بيه؟ جلسيته مزوره وشارد من السجن. جلسيته مزوره وشارد. قوم 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 قوم. لك انا شكيت بس لك بس انا شكيت بيه من اول ما اجيت شكيت بيه. ها ابو محمد شكيت بيه انا ايش منك كفشته؟ هارب لك هارب من السجن؟ لك عبالك ما نلزمكم؟ هاي لزمنا واحد الحمد لله والشكر بقى 999. كلبكه كلبكه واخذه كلبكه كلبكه تعال تعال. عندك جهال؟ هذا البيت بيتك؟ ها؟ ها؟ لا طيب خذ ذي مفاتيحها جيبها جيبها. سيدي بيت من هذا لك؟ بيت من؟ سيدي بيته هو سيدي بيته. طيب خذ ذي مفاتيحها جيبها جيبها. سيدي بيته اخذه سحبه. وين احنا هسه جبناك؟ اقعد استاذ استاذ اخذه اخذه صعده صعده اقعد. يقول استاذ اقعد بلا زحمه عليك اقعد استاذ نعمان اقعد اقعد. هذا يقول هذا بيتك. انا ايش بدي اقول؟ لا وين جنسيه؟ حتى انت جنسيه ما شايل وياك. ها؟ انا جاهز الحق. جاهز الحق؟ زين. هذا يقول بيتك واني هم اقول هذا بيتك. اي والشرقيه تقول هذا بيتك لان هذا المفتاح بيتك من قناه الشرقيه من استاذ سعد البسات. لك هذا البيت بيتك 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 هذا البيت. استعد ترى ضابط انا قدامك. هاك اذا مفتاح بيتك. فهد اه سلمي وقف وقف. تعال اخي محمد تعال انطي جنسيته تعال تعطيني بوسه هوايه يابا. احنا احنا طول المايك طول المايك شباب. هاي اشرب مي اشرب يلا سلوجه اولا يلا يلا. زين تعرفتني اسال ولا انا؟ ايه؟ لا والله لا عرفتك ولا لا لا لا. بس الاخ كلت شم راجد هذا خطير. نبي نبي قل لي مقبوله. يابا هذا البيت هذا البيت هذا البيت هديه من استاذ سعد البزاز من قناه الشرقيه لك ولعائلتك. احنا طلعنا عليك كشف ونعرف وضعك كل زين وقاعد بمستنقع. الله يعزك ويسترك ان شاء الله ناخي من امام الحسين. سلام الله عليك سعد البزاز من شارك ويا سعد البزاز. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويستركم ويجمع هذا يحضر كل مكان ان شاء الله. تلي بوسه الله يسلمك. على الخير والبركه. هسه مفتاح بيتك انا شنو؟ هذا مفتاح بيتك. شوفه زين شوفه شوفه. بيت مأثث كامل حتى غرف الجهالك مال اطفال كلها اثثناها وجبنا لك ملاعيب غرفة نوم انت والمراه والمطبخ كله كملناه. زين بلازما تقعد بالليل تصيح انا ومكيف مع البلازما تدور ولك انا اصطدم يا دم. تدلل تدلل تستاهل انت شريف قاعد بمستنقع ونعرف كل زين قاعد بمكان كلش تعبان. يسترك ان شاء الله ويوفقك ناخي من امام الحسين يستركم سلام الله ويوفقكم ان شاء الله. مو بس انا الكل فقير في العراق وكل شريف مثلكم انتوا شغفاء وكل مجاهد مثلكم وسبع واقف في الشارع ويتعب ويسوي له فيلم. نبى شو رتبنا لك اياها؟ شاركونا الشباب شاركونا الشباب زين فيلم والله العظيم يعني ما تتصوره شنو سيطره بنص الشارع. فض الشغب سريه فض الشغب اخي يقول لي انا جنسيتي ناسيها. انا طالبت وياه بالسياره طالبت وياه قلت له انا نزلني والله ونزلت فعلا نزلت فعلا نزلت في الشارع. بس شلون يعني اخوف ضابط اخوف؟ انت؟ ايه جود فري جود. يقول جود زين البيت شلون جود فري جود لو لا والله مو جود فري جود بعد اكلف من جود. هسه هسه فوقك انت بس شو اريد منك هسه؟ هسه ترتاحيت؟ صدقت هذا بيتك؟ ها؟ ما مصدق ابوي شلون يعني كل حلقه ابدي اعاني ويا كل اللي ياخذون بيتي؟ طبعا صدق
ميت خل اقعد من هناك يعني دخلت النوبه هاي المعدات الله يساعدهم والله والله خوفنا بكوشه والله موتني بحنا بدمنا بالعباس حلقه يبس يعني حلقه يبس تقول صدق مسويها اخويا مشكور واشكركم والله روحت هذا البيت خيتي خيتي ام محمد الله والديك اخويا يستر عليك زين هذا البيت كافي شابيت جتك غرفه خبر ملاعبك شا خلينا نحكي يلا كافي جيت وتخاف هذا البيت ام محمد هديه لك من الساد سعد البزاز من قناه الشرقيه بيت سلمك بيت كامل مؤثث كامل من كل شيء من بيت الخيسه والله متنا من الخيس خيس يعني اللي جاي والله هذا والله الشتاء يوميا متمرضين الشتاء الشتاء مريضين والله يعني تبقى بس الغرفه بس الغرفه ماتي او تصير رطوبه تقريبا متر ونص والله نسرب الماء هنا خيس تكرم الجفر جفر ما تواليتات من مطرب نويه فضنا شردنا البيت عمي بيت عم عندهم بيت وعائله كبيره شردنا عندهم يعني احنا ثلاث ايام قاعدين نطلع بغراضنا ونطلع بفراشنا هسه بيت كامل جديد العب فيها العب فيها هوس فيها هوس فيها شغبك خلينا نقوم نهوس انا وياك شويه تعال تعال خلينا نقوم شوية أنا أكل شوية 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 فرحة فرحة هلهلينا 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 تعال منتسبين وياي تعال تعال يلا ايش قلنا شوستنا شوستنا هسه فرحنا ويحبنا فرحة هاي فرحة وبعد فرحة ولي يحب يتفاهمين هاي فرحة وبعد فرحة ولي يحب يتفاهمين هاي فرحة وبعد فرحة ولي يحب يتفاهمين راحوا يا نفرحنا ولي حبنا راحوا يا نفرحنا ولي حبنا راحوا يا نفرحنا ولي حبنا راحوا يا يلا بابا يلا هسه هسه روح اشوفكم البيت زين راح اشوف عائله ابو محمد غرفه الاطفال طبعا الدرع العسكري موتني لبست البيريه شلون اخوي ضابط مو ابو محمد وينك حبيبي استعد فيه طبعا يشبه شخصيه شلش دعبول دعبول ببرنامج شلش هسه شو نسوي نشوف حمودي غرفته طيني ايدك يلا هون غرفه حمودي تعال 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 يلا محمد تعال فوت تعال 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 هلهوله هلهوله عافيه 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 تعال واقف 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 يابا هاي غرفتك هاي لك وحدك اقف عمي اقف قبل لا تشكرنا احنا نريد نسالك اولا انت قبل من انت بياصف بالثالث في درجاتك زين شاطر اعطيني بوسه عافيه بالسبع هسه شنو ادي اسالك قبل من كنت تقرا بهذا البيت كله بيسيان العفو وصاخه و... زين احنا شفناه بالتقرير بي حتى عقارب شلون كنت تقرا وتنجح وطلع درجات حلوه أنت واحد يجيني كل صحبان هاي يساعدوني زين هسه صار عندك غرفة واحدة كم مرة قبل لها يا تختار هاي لو هاي تشوف هاي هاي لك اسمع نصيحتك هاي غير هاي حتى ما تنقلب منها غير هاي انت ما تطيح انت ما تطيح زين خذ هاي وين نوره تعاي خذي هاي تشربايه لك صدق الله البنات الحلوات حمودي صار عندك مكتبة تقعد تدرس بيها وتكتب زين وكنتور بحال كنتور شلون حلو نوره بحال كنتور جد حلو زين كنتوركم تحطون بيه ملابسكم زين بس قبل شويه سولفت لي على سالفه الفاره سولف لي اياها بذاك بيتكم انا بالخالتي قاعدين الصبح زين وهي جتنا فاره عبرت من الدوار لي وانا طفرت طفره قلت فاره فاره وهي ميو ميو هسه بعد ماكو فارات زين غرفه حلوه لك وحدك وتقرا بيها زين حتى بعد ما جاي المدرسه حتى بعد ما جايه بس شنو هسه نشتري كتب وهاي وتقعد تقرا بيها وتنام وحدك زين بعد ما تنام على القاع زين وحدك انت واختك خواتك يمك زين وحدكم بالغرفه لك غرفتك زين شنو هسه ايش عاجبك بعد نجيب لك حتى ملاعب جبنا لك ايش عاجبك بعد ايش ما عاجبني والله والله زين هاي الغرفه لك هديه هو والبيت ايش عاجبني اي سياره مكترون هاي سياره جبنا لك والله شوف يا مصطفى شوف يا هاي عاجب لك اياها هاي سياره عبالك احنا ما نحسب حساب تفضل يا ابي وهاي طوبه جبنا لك زين كل شيء هاي من استاذ سعد لك الغرفه اشكر اشكر عمي استاذ بزاز واشكر كل واحد اعطاني البيت صدق الله زين هو مو طاق يا بيت بيت ابوك طبعا هسه شو نسوي نروح نباوع غرفتك انت واختنا ام محمد يلا تفضل مش مستعجل لا يلا نتوكل يلا حبيبي يلا عم حمودي يلا تعال يلا
يلا.